النهارده انا جاي في ضرب نار، النهارده انا جاي في دمار شامل، عشان النهارده زي ما انتوا عارفين الفتره اللي فاتت فري فاير نزلت ثلاث متاجر، والثلاث متاجر كان كل واحد فيهم فيه بطايق حضنه، وانا عملت ايه؟ انا اشتريت كل بطايق الحضنه دي، والنهارده جاي اصرفهم على الحضنه الجديده. وتتوقعوا هجيب سكنات الحضنه كلها ولا هجيب ايه بالظبط؟ وحتى لو جبت كل مخططات اللي في اللعبه هفضل اكمل لحد ما اخلصهم كلهم، يعني هو حاجه زي التخريب وزي حرق الجواهر. عايزكم تتوقعوا انا معايا كام بطاقه حضنه، وكمان هجيب كام مخطط النهارده، وهجيب سكنات ايه بالظبط. وغير كل الكلام ده عايزك تحط لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس وتنضم لجيش الغلابه اللي بيتغابى في الغابه، ويلا بينا نوريكم جيش الغلابه بيعمل ايه. بعيدا كده قبل ما نخش في الحرق عايزك تركز معايا، تركز معايا قوي. بص بص بص، اعتبر الساكورا ده انا، بص في عيوني كده. ايه القرف ده؟ المهم يعني كنت عايز اقول لك بحبك، بس ما يعني سيبك موضوع الساكورا ده. بص يا ادم، مبدئيا كده انت لو جبت لي سكن بتاع النهارده ده او الحضنه بتاعت النهارده دي بسهوله، وطلعت فعلا حاجه رايقه كده، وطلعت وش بشره وش خير علينا، انا هروقك، انا هظبطك، هلعب بيك انت بس، هغير الساكوره. بصوا يا جدعان، اقسم بالله لو ادم ده جاب لي السكن بتاع النهارده انا هقضي فيديوهاتي، بصوا هقضي بتاع ثلاث فيديوهات بادم، هطلع لكم بنفس المنظر ده، هروقك. هات كده، بص اللبس، بص اللبس، يلا اختار اللي انت عايزه، يلا اختار اللي انت اهو. بص كمان جيبه، كمان جيبه، كمان ارقص يلا، رقصات الناس الغنيه يلا، شايفين الغنى يلا. بص يا ادم هظبطك، التحدي بتاع النهارده لو انت يا ادم جبتولي بحظ حلو اقسم بالله هلعب بيك الفيديوهات اللي جايه كلها، هلعب بيك الفيديوهات كلها اللي جايه. تمام يا ادم؟ تمام يا معلم. انت وشك عامل كده، الله الله يحرقك ويخرب بيتك، بس انا هيظبطنا هيظبطنا. وعايز اوريكم حاجه كمان يا جدعان، زي ما انتوا قلت لي في الكومنتات اشحن الفاير باسات عشان يبقى منظري رايق كده وساكورا رايقه. بس انا اصلا في مشكله، ان انا كنت بتكلم ان احنا ما بنشحنش في فري فاير، بس الفيديو النهارده استثنائي بقى، اصل انا معايا بطاقه حضنه يا جدعان بصراحه، يعني ما ينفعش اسيبها، يعني ما ينفعش اسيبها، لا ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش يا جدعان. فاحنا لازم نخش دلوقتي نحرق ام 61 بطاقه حضنه، ولو راحوا علينا هنشحن تاني وتالت ورابع. فيديو النهارده استثنائي، استثنائي معلش، هنشحن النهارده بس نضيع الحضنه دي، نجيب الحضنه دي، وكمان عشان ما عنديش افكار فيديوهات بصراحه، وبعد كده نبقى نقطع شحن براحتنا. المهم خلينا دلوقتي نشوف ثغره ادم اللي وشه، بصوا كل ما احرق لازم ادم بيجيب لي احسن اسكنات، ولازم بيجيب لي احسن حضنات، وبيجيبهم لي بسرعه عشان ادم البركه بتاعتنا، ادم البركه بتاعتنا، حبيب قلبي حبيب بابا ده حبيب بابا. المهم كده بس ايه، دخلني على السكنات نشوفها ونشوف الروقان ده. السكن ده الاخير ده وروني كده، رايق قوي يا جدعان بصراحه، رايق قوي قوي، وهيبقى على الساكوره جامد قوي. بس خلينا دلوقتي نقول هيبقى على ادم جامد قوي، عشان احنا عايزين ادم بصراحه، عايزين ادم يجيبهم لنا، فاحنا نطبل له فهو يجيب لنا، فاهم، السكنات بسهوله وبسلاسه وبحب وفاهم وبروقان. المهم اول فتحه واول استفتاحه في الحضنه الجديده هنقوله بسم الله ونشوفه لفه واحده بس، ادم هيجيب لنا ايه؟ ادم هيجيب لنا ايه؟ وعلى فكره انا معايا 8 اسمه ايه ده احجار، فدي حاجه رايقه جدا، دي حاجه جامده جدا جدا جدا. فاحنا بس عايزين مخططات بس، فاهم يا ادم؟ فاهم يا ادم حبيب قلبي حبيب ماما قلبي؟ ماشي. اول خمس بطايق، ودي بقى لاجل ادم وشه السمح، اللي لو جاب لي مخطط انا بصه هظبط معاك كلام، هروق معاك كلام. يلا يا ادم، يلا يا ادم حبيبي حبيبي حبيبي، رحت فين يا حبيبي؟ فين الحب بتاعنا؟ فين فين؟ هات البطاقه دي. ماشي، فاضل لنا 55 لفه، شكله ادم هيودينا في داهيه. بص يا ادم سكه ودغري، انت لو ما جبتلناش السكن بتاع النهارده انا هلعب بمراتك، هعينك، هلعب بمرانك هلعب بمراتك. يلا يا ادم، ادم انت بتلعب على شرفك دلوقتي، انت بتلعب على شرفك، جيب لنا يا حبيبي السكن. ايوه كده يا جدعان، ادم عنده شرف يا جدعان، ادم بيخاف على شرفه، جاب لنا اول مخطط معانا النهارده يخرب بيت روقانك يا ادم. يلا يا ادم، يلا يلا يا ادم، يلا بحبك، يلا بحبك، يلا بحبك، بس انا هقدر بيك والعب بمراتك برضه. خلينا نخش على مراته شويه، استنى يا ادم، انت ومراتك واحد يا ادم، احنا اخوات يا ادم، ما بيناش الكلام ده. هات ياد، هات ياد مراتك. ايه ده انت؟ انت نفسك ده ليه؟ استنى استنى بس، مع ادم، ادم غدر الصحاب دلوقتي، ادم مشغل غدر الصحاب وفاهم وبيبكي في الزاويه دلوقتي.
معلش يا ادم، ادم حبيب بابا، معلش. خمس لفات ببركه اختنا مرات ادم، مرات ادم. يلا يلا، ممكن يكون الغدر يجيب لنا مخططات، ممكن الغدر يجيب لنا مخططات. يا رب يا رب يا رب يا رب مخطط. انا اسف يا ادم، انا اسف، انا اسف يا ابني، يا ابني والله العظيم ما قصدي يا انا اسف يا ادم، انا اسف لك يا ابني. هات كده لك رويال، امشي يا ماما. يا ابني انا اسف لك، لك رويال ايه؟ هات الشخصيات. انا اسف لك يا ادم، قديم ادم حبيبي، انا اسف لك. انت جبت لي مخطط وكنت راجل جدع معايا، بس انا بص يعني انا اقول لك ايه، بس الحمد لله الحمد لله. هات كده بس يا ادم، ايوه تعالى يا ادم. انا اسف لك يا ادم، انا اسف لك حبيبي، يا حبيب قلبي انا اسف لك. ماشي، مسامحنا يا ادم، مسامحنا. هو راجل جدع اصلا، وفاهم سامح كده، فاهم بيجيب لنا حاجات والروقان كده. خلينا بقى ايه بقى، نخش على الروقان ونقوله بقى ايه، لاجل الخمس لفات دي، لاجل الجيش الغلابة اللي بيتغابة في الغابة. وريني حظ جيش الغلابة يا زميلي، هيجيب لنا مخططات وانا مغمض عيني. هيجيب لنا مخططات، هيجيب لنا يجيب لنا مخططات. مخطط يا طب انصرني قدام الناس، طيب الناس دي بتكبرني، طيب انصرني قدامهم، الناس دي مفكرني حاجة كبيرة. يلا خرب بيتك. ماشي، خمس لفات كمان ولا ايه؟ ادم ادم انا اسف لك، انا عارف انت زعلان مني. احنا عايزين كم مخطط اصلا الاول كده؟ عايزين ثلاث مخططات. ماشي، خمس لفات يا باشا، نسمي الله وبسم الله ونخش على خمس لفات للاجل ساكورا غلابه. بس عارف يعني ايه الاجل ساكورا غلابه؟ بس يعني هاجيلنا دلوقتي يعني خلاص بتاعت حضنا ايه. يلا يا زميلي، هات هات المخطط. ما جالناش مخطط ولا اي كلمه، اي حاجه حصلت بسرعه بسرعه، اتكلم بسرعه دلوقتي ايه عشان اتوه اللي حصل. فاضل لنا 35 لفه، شكلنا يا جدعان هنبكي في الزاويه مع ادم، والله العظيم شكلنا هنبكي معاه. يا ادم ادم حبيبي، جيب لي ام المخطط يا ادم، جيب لي بالله عليك المخطط. انا عايز مخططين كمان، عايز مخططين كمان. ابوس بص ابوس ايدك وراسك يا ابني يا ابني يا ابني. بص انا النهارده يا جدعان هيجي لي شلل. فاضل لنا 30 بطاقه حضنا، ولسه لحد دلوقتي معانا مخطط واحد بس، عايزين مخططين كمان اتنين بس وهنجيبه احلى سكن في الدنيا. احلى سكن والله عجبني قوي يا جدعان، والله العظيم تطبيل، بس السكن ده عجبني قوي. خمس لفات يلا، دي لاجل كل واحد راجل جدع حط لايك دلوقتي. كل واحد حط لايك دلوقتي ومن شويه، واي حد حط لايك دي لاجلك يا معلم، حط لايك دلوقتي بقى. يلا يلا بقى، جيب لنا مخطط بقى وانصرنا بقى. اوعى تشيل اللايك، وحات امك وحات امك، اوعى تشيل اللايك بالله عليك، ما تشيلش اللايك. انا بهزر انا بهزر معاك والله العظيم، انت حبيبي انت ما تشيلش اللايك. لسه عامل تاني بحظكم، لسه عامل تاني بحظكم. استنى كده، خمس لفات دي كمان بقى لاجل اللي حطوا لايكات وكومنتات وروقوا الكلام وجيش الغلابه وساكورا الغلابه. بصوا انا متاكد ان احنا جالنا مخططين. يلا يا زميلي جيب لي مخططين. خلاص انا قلت اغلى حاجه عندي، يعني قلت الحظ اغلى حاجه عندي، ولا جالنا مخطط ولا ايه؟ انتوا بايظين ليه يا جدعان النهارده؟ ما انا كل مره بفتح بحظكم بيجي لنا مخططات مخططات مخططات. في ايه يا جماعه؟ في ايه يا جماعه؟ مش كده يا جماعه؟ بالله عليكم بالله عليكم، زقوا معايا اليوم، زقوا معايا اليوم وخلوا حظكم حلو. طيب طب انا بصوا انا هشيل ادم ده، انت فشلت معانا يا ادم، انت فشلت معانا في ام البتاع ده. يا ابني كل شويه افتح لك الرويال، هات الشخصيه هات الشخصيه، انت فشلت معانا خلاص. هات سكايلر، سكايلر وساكورا الغلابه النزيه الرايق، ابو لبس رايق، ابو لبس فاجر اللي بيسبب حرايق. هات كده يا باشا بقى لك رويال. هو بصوا خلاص، طالما حطيت ساكورا غلابه من غير ما اتكلم، حضنا ايه حضنا ايه مخططات من غير ما افتح بقي. بص انا قاعد ساكت بس خلاص، هيجي اهو هي. على 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 غدر الزمان، على البكا، على الوجع اللي في قلبي. ليه كده يا فري فاير؟ ليه يا حبيبتي؟ ليه يا حبيبتي؟ ما عملت معاكي ايه انا عشان تعملي فيها كده؟ عملت معاكي ايه انا عشان تعملي معايا كده؟ خمس لفات والنبي بقى هعيط، هعيط اقسم بالله. وحات امي تجيبي لي مخططين، مخطط واحد طيب، حرام 60 بطاقه حضنا من غير مخططين ولا ثلاثه. يا فري فاير هعيط اقسم بالله، انت بتعملي كده ليه؟ بتعملي كده ليه؟ ايه ده ايه ده ايه اللي ايه ده؟ ليه يا فري فاير؟ ليه؟ ليه؟ ليه يا حبيبتي؟ انا على فكره بالمونتاج هتلاقوني جبت الشاشه شمال عشان في واحد قليل الادب عامل اسمه بحاجه شتيمه يعني. ما علينا، احنا محترمين، احنا مالناش دعوه بالكلام ده. خلينا دلوقتي بس ايه، فاضل لنا 10 لفات، تفتكروا هنقدر نعملها ولا لا يا جيش الغلابه؟ يا احلى جيش في الدنيا، تفتكروا هنعملها؟ تفتكروا هنعملها؟ يجي لي مخطط دلوقتي واللي بعدها مخطط وافرح واصوت. دي ملخص الدقيقه ونص بتاعت الفيديو اللي جاي. هصوت حاجه؟ لا مش عايز حاجه، عايز مخطط، عايز مخطط يا فري فاير.
يا نهار اسود، معناش غير 5 بطايق يا جدعان، معناش غير 5 بطايق بس. زي ما انتوا عارفين ان الساكورا غلابه ما يعرفش يعني ايه يأس، يأس ايه يأس؟ يأس وما يعرفش يعني ايه فشل. فخمس تفات دول هيجيب لنا على الاقل بطاقه، على الاقل قصدي بتاع اسمه ايه ده مخطط، على الاقل انا متاكد وعارف عشان ما اعرفش يعني يأس. حجر ايه؟ حجر ايه؟ هعمل ايه بالاحجار من غير مخططات انا يا فري فاير؟ في ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. ايه يا فري فاير ده؟ فري فاير ليه كده؟ ليه بتعمل معايا كده؟ ايه ده؟ يعني انا صرفت 60 بطاقة حضنة دول على البتاع طب استنى بس كده، ممكن اشتري حي ولا المتاجر خلصت؟ المتاجر خلصت صح؟ استنى كده بس اشوف المتاجر خلصت ولا المتاجر خلصت يا جدعان. طب استنى الف في ده كده، استنى والله العظيم ممكن يطلع لنا حاجة رايقة كده، والله العظيم ممكن يا جدعان، ممكن هات كده، ممكن يجي لنا بطاقة حضنة، ممكن هنا ده في ايه هنا؟ مفيش بطاقة حضنة؟ لا خلينا نلف في الرقصة دي 9 لفات، يلا يلا بسرعة بسرعة، ممكن يجي لنا بطاقة حضنة او الرقص على الاقل او اي حاجه من الصفره دي اهو، جالنا بطاقه حضنه. حلو حلو، هات 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 هنا، هات هنا، الله الله. انا بحارب يا جدعان، قلت لكم ما اعرفش يعني ايه يأس، انا ما اعرفش يعني ايه يأس. بطاقه حضنه، بطاقه حضنه كمان لسه لسه يا قلبي يا قلبي يا قلبي. طب نفتحه هنا يا جدعان، نفتحه هنا، ممكن يجي لنا اي حاجه، ممكن يجي لنا رقصه، والله لازم ممكن يا جدعان، والله ممكن يجي لنا رقصه. بالله عليك يا فري فاير انا عيط يا جدعان، هي دي هي دي اللي عجلنا الرقصه او اي حاجه رايقه. جالنا الشوت جن. طب فتح، طيب فتح فتح فتح. معناش فلوس، معناش فلوس. طب ليه كده يا فري فاير؟ ليه يا فري فاير انا عملت معاك ايه كده؟ احنا معناش اي حاجه غير ان احنا نجيب البتاع ده. وهنا في ايه؟ في ده وفي ده وفي ده. ايه ده؟ انا معايا 3 هنا بجد والله، معايا 3 من دول. طب ليه؟ طيب ليه؟ طب كنت استفدت بيهم. حرام يا جدعان، والله عظيم حرام، مش عارف اقول ايه، انا مش عارف اعمل ايه ولا اقول ايه. هات يا ابني، هات يا ابني البتاع ده، هات يا ابني، ما معناش غير ده. لا تتوفر ايه؟ الاخضر. استغفر الله العظيم يا رب، انا مش عارف اعمل كده ازاي، بس يلا تهانين. هحاول افرح بيه، هحاول افرح بيه يا جدعان. تزويد تزويد، ونحطه عليه الساكورة ونحاول نفرح، نحاول. طب بينور، طب بيعمل حاجه زي القرف، زي القرف. طيب زي القرف ليه يا فري فاير؟ طب استنى بس، الفور بسات ما فيهاش بطاقه حضن. طب ما انا فتحت خلاص، ما انا فتحت خلاص. الله يخرب بيتي، حسنا حسنا، الله يخرب بيتي. ليه كده؟ ليه كده يا فري فاير؟ اللي عملت معاكي ايه؟ انا عملت معاكي ايه عشان تجيبي لي سوبر ميلان ده؟ الراجل ابو الباس ده ولا اسمه ايه ده؟ حرام عليك يا فري فاير، حرام. وبس يا جدعان، هو ده كان فيديو النهارده. انا حزين جدا يا جدعان، حزين جدا. صرفت تحويشه عمري كلها على مفيش، على مفيش، ما جاليش السكن، ما جاليش اعلى سكن. 60 بطاقه حضنه ليها فري فاير يروحوا على الارض. ما علينا ما علينا، المهم ان انتوا في حياتي، والله العظيم مش عايز حاجه تاني، مش عايز حاجه تاني، المهم ان انتوا في حياتي. لو انتوا وصلت لحد هنا اكتب هاشتاج اخر دقيقه، واكتب ربنا يديمنا لبعض ان شاء الله. ولو خلص امتحانات برضو بعرفني في الكومنتات عشان ارجع لكم الرجعه الصح بقى. وبس كده، اشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله على خير، بكره الساعه 9. السلام عليكم ورحمه الله، سلام. I miss the family I used to have. I feel like everything so different now. Sitting by the fire as you watch the flames burn out. I miss the days I wasn't afraid. Now I always have my